اسمحوا لي أنا شخصيا لنوع من الحساسية في مصطلح إصلاح العدالة. فجل القضايا الجوهرية التي يمكن أن تصلح العدالة قد تم تنفيذها سواء في مرحلة أستاذ الرميد أو في المرحلة التي كان فيها الوزراء السابقين. بقيت بعض الجزئيات. نحن الآن في واقع، وإذا بدأنا واستمرنا في وصفه بالإصلاح فكأننا نخلق نوعا من الحصانة، في حين أن التجربة يجب أن تخضع كذلك للمراقبة وللتحليل وللتقييم. ولكن 5 سنوات صعب أن يكون هناك تقييم، صعب أن يكون هناك تحليل. يجب أن نعطي لهذه التجربة فرصتها لنرى تناقضاتها ونرى حدود هذه الاستقلالية حتى نقيمها من جديد، ويمكن آنذاك أن نفكر في إصلاح جديد. نحن لم نعد أمام إصلاح، أصبحنا أمام واقع، ويجب أن نتعامل مع هذا الواقع وأن نترك صفة الإصلاح هذه إلى فيما بعد حينما نريد أن نغير أشياء داخل هذه المنظومة. استقلالية السلطة القضائية بمفهومها الذي جاء به الميثاق يختلف عما كان سابقا، وعما كان سابقا بدوره عنده دلالة ومعنى وعنده نوع من التقييم، والإصلاح الحالي كذلك عنده دلالة ومعنى عنده نوع من التقييم. وفي هذه الاستقلالية التي تحدثنا عنها، استقلالية السلطة القضائية عمادة عن السلطتين، وداخل هذا الإصلاح أو هذه التغييرات التي قمنا بها توجد الإدارة القضائية ويوجد القضاء، وكل مستقل بذاته ولكن يلتقون في طبيعة وظيفتهم وفي طبيعة دورهم وفي طبيعة القضايا التي يشتغلون عليها، وبينهم منطقة رمادية صعب أن نتحدث فيها عن استقلالية هذه الجهة من تلك. فرئيس المحكمة ومسؤولي المحكمة لهم سلطات إدارية وسلطات في الإدارة القضائية، وفي بعض الأحيان يتقاسمونها أو يختلفون بها مع السادة كتاب الضبط. لنعطي لهذا الموضوع قيمته العلمية يجب أن نحدد هذه المنطقة الرمادية كيف سنسيرها، لأنها هي التي قد تكون معرقلة لعمل هذه التغييرات التي نمارسها في القضاء. ثم هناك مساعدي العدالة الذي يجب أن نعيد النظر فيهم وفي اختصاصاتهم حتى يمكن أن يساهموا في هذه التغييرات التي تعرفها، وخاصة ذلك الضلع الكبير فيه وهي مهنة المحاماة. أعتقد بأنه قطعنا أشواط وخطوات في هذا الموضوع، لا على مستوى التنظيمي ولا على مستوى القانوني، وفي القريب العاجل إن شاء الله بتعاون مع السادة النقباء والسادة المحامين سنقدم تصورا لتغييرات ستعرفها قانون المهنة. المسألة الثالثة التي أعتقد بأن طرح المشكلات كبيرة، وهو الذين يأتون أو يفيدون على مجال العدالة، أي يأتون كموظفين جدد، كقضاة جدد، كمحامين جدد، هل نحن لنا القدرة والشجاعة والنزاهة لنقوم بتقييم مدى قدرة تكوينهم في أن يدفعوا بالقضاء إلى الأمام وبالمحاماة إلى الأمام؟ هذا السؤال يجب أن لأنهم أبناؤنا، ويجب أن تكون لنا الشجاعة للتعامل مع هذا الموضوع. والموضوع لا يمكن أن يعالجه البيانات أو المواقف، الموضوع يطرح أكثر من سؤال: هل التكوين الذي نمارسه في الكليات سيفيد جيدا بتطوير العمل القضائي وبتطوير مهنة المحاماة وبتطوير الإدارة القضائية؟ أعتقد بأننا الآن التحديات التي تهمنا في المجال القضائي، لأنه تهم البشر والمغاربة في ذاتهم وفي حياتهم الخاصة وفي حياتهم العملية وفي استقرار المعاملات، هل نستطيع أن نكون مطمئنين ونقول أنه الآن لنا قدرة لتكوين مجموعة من الشباب الذين سيتحملون المسؤولية غدا، أم أنه يجب أن نعيد النظر؟ نعيد النظر في أشياء كثيرة، في برامجنا، في طريقة تدريسنا، في مسارات تدريسنا، في كثير من الأشياء. يجب أن نكون شجعان ونزيهين وواضحين، لأن القضاء مجال خطير
وله حساسية كبرى وليست مزحة. لذلك أعتقد بأنه هذه التغييرات التي تعرفها القوانين، ولا أريد أن أدخل للقانونين، بالأمس ناقشناهم في لجنة مجلس المستشارين، والآن ننتظر التعديلات ثم نطلع عليها ثم نقرر. وهذه القوانين حملت مجموعة من التغييرات وتطرح إشكالين أساسيين، وهي الوضعية المادية للقضاة ومراقبة العمل الذي يقوم به القضاة مع احترام استقلاليتهم في إدارة ملفاتهم وإصدار أحكامهم. لذلك رغم أن هذا على مستوى هذا المشروع على المستوى التقني وعلى المستوى المؤسساتي قام السادة الوزراء السابقين بعمل مضني وكبير جدا من أجل تجسيد على المستوى الواقع هذه التغييرات، ولكن ينتظرنا الكثير في قوانين المفوضين القضائيين، في قوانين العدول، في قوانين الموثقين، في قوانين أخرى تهم المحاماة، وكلها أشياء يجب أن تتغير. يجب أن تتغير أولا لأن التحولات التي عرفتها الإصلاحات التغييرات القضائية أو الإصلاح القضائي تفرض أن تتغير القوانين المساعدة للقضاء. يجب أن تتغير لأن الوسائل التي نستعملها في المغرب وهي وسائل قديمة جدا قد تغيرت في العالم كله نتيجة الرقمنة، يجب أن نغيرها كذلك حتى تساهم في هذه في عملية التطوير. إحدى الدول خلقت روبو ومكنته من جميع المعلومات القضائية وتطرح عليه الخلاف القضائي، وهو من خلال اطلاعه على القوانين أو الاجتهاد القضائي يقدم جوابا، وقال هذا هو محامي المستقبل. في سنغافورة رأينا أن الشهود يأتون بالهولوغرام، هنا يكون في مكان بعيد وتأتي الأشعة وتصور لك الشاهد وهو يتكلم مع القاضي كأنه حاضر أمامه، ثم تبادل المذكرات المدنية بواسطة الكمبيوتر. ماذا هل يمكن أن نقبل بالمحاكمة عن بعد خاصة في الميدان الجنائي التي فيها القناعة الصميمية للقاضي، والقاضي يخلقه من خلال الاستماع، من خلال الوثائق، ومن خلال التقاء عينيه بالمتهم؟ كلها أسئلة يجب أن نجيب عليها وبجرأة وبشجاعة. هل يمكن أن نتصور أنه في القرن العشرين عندنا مفوضين قضائيين وعندنا عدول وعندنا موثقين وعندنا محامين لا معهد للتكوين لهم؟ هل يمكن أن نقبل هذا في القرن 22؟ هل يمكن أن نقبل بأنه يتخرج من كلية الحقوق 800,000 طالب اللي كتدرس في كلية الحقوق وكتخرج 40,000 30,000 كل سنة، إلى سنتين ديال كوفيد وسنتين ديال التأخير من إجراء الامتحانات، أربعة، معناها أن واحد 200,000 مجاز كتدور في المغرب الآن وتشتغل في أي شغل أو تجتاز أي مباراة وجدتها؟ هل هذا الوضع الاقتصادي سيؤثر على الثقافة القانونية والتكوين القانوني في بلادنا؟ أنا أطرح أسئلة وأعتقد أن أجوبتها عند الله. أتمنى لكم التوفيق في هذا اللقاء وشكرا لكم.